الختام لا تحتمل المجازفة، وليس يلعبان بتحفظ ويسعيان الى اللعب كذلك على اخطاء بعضهم البعض. كرة في ركلة مرمى لم تأتي بعد، الكرة الفتاكة لم تأتي بعد. غامبيا كأني بهم ما زالوا يمهدون الطريق، يمهدون السبيل الى مرمى مامورينجاي، ومن مرمى مامورينجاي كرة أمامية غامبية في الجهة اليمنى ممتازة. الكرة لمصلحة المنتخب الغامبي، عرضية خطيرة 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 خطيرة، ما زالوا ضاعت الفرصة بشكل متميز. سامبا جالو لم يمر، تعود غامبية في الجهة اليسرى. هناك الكرة أمامية، انطلاقة أطول من اللازم، أطول من اللازم، رمية مرمى لمصلحة المنتخب الغامبي. المرابطون في هذه النسخة قدموا طبعا أفضل مستوى وأفضل مستوى. إذا خلاص عبد الله يماني ينهي شوط. شوط الحقيقة وشوط الواقع، وقيل عنه سابقا إنه شوط المدربين. الكرة ثابتة لمصلحة المنتخب السنغالي، سيبحثون عن طريق هذان النجمان، الحديث عن سامبا جالو وبابا جوب. السنغال تبحث عن الأسبقية، تسديدة خطيرة، الحارس ديفا في المكان والوقت المناسبين يلتقط الكرة لتعود لصالح المنتخب الغامبي. أبطال النسخة الأوكراني. كرة تعود هنا، لا كرة خطيرة غامبية، غامبية لمصلحة المنتخب الغامبي، ترجع من جوارة، جوارة لمحمد جوب. الكرة هناك في أقصى اليسار أو اليمين لمصلحة المنتخب الغامبي، عرضية في منطقة العمليات، خطيرة 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 خطيرة، ما تزال الكرة تبعد من دفاعات المنتخب السنغالي. حذاري، خطأ، خطأ فادح، حذاري، موزيس كاد يرتكب خطأ فادح، والكرة ترجع لصالح المنتخب الغامبي. موزيس جارجو فنيات مهارة، الكرة ترجع غامبية لمصلحة المنتخب الغامبي عن طريق محمد باجو. محمد باجو أرجع ديمبو وسيدخان إلى الكرة، انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق دودة، عرضية خطيرة 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 خطيرة، سلام، أشرق الأسد سامبا جالو بهدف بالرأس، يرفع رؤوس جمهور السنغال وأصوات السنغاليين في مدرجات ملعب الشيخ وردية. الله على روسيا على هدفي. هنا الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام، خاطئة سنغالية تعود في الجهة العكسية، سامبا جالو انطلاقة، الاعتماد على سرعة، حذاري، خطير خطير، أوه ضيع يا كرة، يرفض الهدايا في، وطبعا هي دولة جارة، دولة شقيقة، دولة بالجوار، دولة سين سانيانغ. الكرة في أقصى اليسار، ممتاز، حصلها اللاعب سالفو. نحن في آخر 13 دقيقة، كرة عايدة غامبية، انطلاق وتحرك، كرة أمامية، مازال 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 التحرك، الكرة تعود لعناصر منتخب غامبيا، طولية أمامية في منطقة العمليات، رأسية خطيرة خطيرة خطيرة، تبعد من الدفاع وتعود لمصلحة المنتخب الغامبي. ما تزال الخطورة قائمة، عرضية خطيرة، ما تزال غامبية، غامبية تسديد، السلام غامبي أو السنغالي بشباك نظيفة.
السنغال تلقت شباكها ثلاث اهداف. او منتخب الغامبي هنا الكرة الماضية على استلام في مساحات ضيقة، الفنيات والتسديد من جديد في بطولة غرب افريقيا. كرة لغامبي في هذه النسخة افضل من النسخ الماضية حتى العشرين سنة. الكرة في دفاع المنتخب السنغالي تشتت الى بعيد، رامي التماس على جيساني، التغطية من لباسنغوم او هذا اسماء سليمان باس. سليمان باس عائد الكرة السنغالية في شوط المباراة الاول، وفي الشوط الثاني حتى الان يتفوق بها المنتخب السنغالي. خطأ على جيساني، هذه مباراة كبيرة، عرضية خطيرة، عرضية خطيرة ممتازة. غامبي جمهور يحتفلون معه، هو صاحب هدف الأسباقية والتقدم حتى الآن لمنتخب السنغال. على منتخب غامبيا 90 دقيقة تكتمل الآن، عرضية تبعد من الدفاع. السنغاليون يتمكنون من الثار من منتخب غامبيا من استعادة، والجمهور الغامبي اكيد كان يريد اكثر من ذلك على مستوى الوقت المضاف. خطأ لمصلحة الملعب، السنغال اكيد انتصار ولقب مستحق لمصلحة المنتخب السنغالي للشباب. وعهد السنغال على مستوى طبعا هذه الفترة بعد تتويج المنتخب الاول بكأس الامم، كأس امم افريقيا لاول مرة في النسخة الأخيرة بالكاميرون. الآن الشباب يعودون ببطولة غرب إفريقيا من العاصمة نواكشوط، وبين نواكشوط مسافات اختزلها السنغاليون بالبطولة. سليمان باس، الكرة ركلة مرمى غامبيا من جديد. خلاص الأمور انتهت يا غامبيا، ثواني ثواني ثواني، وتزف الأمان لمصلحة السنغال، يتوجوا بالبطولة. غامبيا الغامبيون يجدون صعوبة في خروج الكرة أو إخراجها من مناطقهم. غامبيا من جديد، كرة طولية أمامية ترجع سنغالية للحارس ممكن لغامبيا. اليوم للسنغال، الفرحة الآن سنغالية، الثار يأتي في هذه النسخة ليثأر السنغاليون من خسارة النسخة الماضية على أراضيهم أمام منتخب غامبيا، ويعودون بالبطولة إلى دكار. ما تزال وفيها خطأ صراحة، لاعبين متمرسين ومحترفين، وصافرة الختام.